استضافت تونس مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي في دورته الخامسة في الفترة من الرابع وحتى السادس من فبراير الجاري بقاعة الطاهر الشريعة بمدينة الثقافة، وشارك في فعاليته الفيلم الليبي الوثائقي أعطيني فرحة الذي يجسد قصة نجاح محمد الفزاني أحد أبطال التوحد الذي تحصل على جائزتين سابقتين. مدير المهرجان كمال العويج أوضح في تصريحه لـ 218 أن المهرجان يهدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من تونس وخارجها، مؤكدا أن الدورة اشتملت على عرض أفلام خيالية في اليوم الأول وأخرى وثائقية في اليوم الثاني. القصير الدولي هو أول مهرجان تونسي يقام في تونس خاص للأفلام القصيرة. مهرجان انطلق في 2016 سنين الدورة الخامسة، مشاركة عديدة، 21 فيلم مشارك من دول الدولي تونس الجزائر والمغرب وليبيا تونس الجزائر والمغرب وليبيا وايضا من فرنسا. فيلم ليبي مشارك هو اول فيلم وثائقي يعرض لاول مره في تونس. فيلم وثائقي يحمل عنوان اعطيني فرصه لابراهيم بن سعد مرعي العجيلي، يحكي على توحد الاطفال خاصه في ليبيا. هو فيلم وثائقي لكن فيلم هو بصفه ذكر روبرتاج قصير، معناتها حتى بعد النجاح بعد نهايه الفيلم الحمد لله فما نجاح كبير في تونس جماهيريا يعني.